صوت قوي ودافئ، حضور لافت على الخشبة وأناقة نادرة. جمعت فتنة بنت الحسين كل هذا وأكثر. في شيخة الشيخات، الفصل الجديد من سلسلة شريط الحياة، تقدم سمية دغوغي بورتريها عن أيقونة فن العيطة، الفن الصعب والشعبي في آن واحد. عانت فاطمة بنت الحسين من اليتم منذ صغرها وعاشت طفولة صعبة. ربتها أختها وسطع رجلها من أسفي في 14 من عمرها. هناك اكتشفت فن العيطة ثم بسيدي بنور وأزمور وأسفي مجددا ودار البيضاء. وبمرور اللقاءات والمجموعات الغنائية انتقلت من الحرمان إلى فضاء نجاح والتألق وحب الجمهور لها. وعبر مصدر حافل دام الاصفقار وشمل أزيد من 200 أغنية شعبية، نقلت فاطمة بنت الحسين العيطة إلى صيغة المؤنث وأعطت الوهج لهذا الفن والموروث المغربي الغني. هي كانت مرة بدوية قوية ورجالية، كانت لها هيبة بهذه الروح القروية. كان عندها صوت خارق للعادة. كانت غنية بلا ميكرو تسمع فاطمة بنت الحسين بكولومتر. أوصاف الشيخات كان جامعها بمعنى الكلمة. فاطمة بنت الحسين الله يرحمها كانت تغني كاع الطبقات كاملين. اش ما جيتها تغني معك؟ أحسن شيخة اللي دازت عندي ودوات مع كمالجتي هي فاطمة بنت الحسين. بالنسبة لي عندها كاع المقومات ديال 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 التحرر اللي خص يكون عند فنان باش يكون مبدع. Il n'y avait pas ce côté « Oh, ce n'est qu'une chéra ». On sentait un respect de la part du public à son égard. شيخات لحد الآن ما بقوش نقرضوا، فاطمة بنت الحسين هي الأخرى. أصوات كاينة، باقي عندنا شيخات، باقي عندنا حفاظات، ولكن في ذاك المستوى ما كاينش، في ذاك الجهد ما كاينش، في ذاك القوة ما كاينش. بالنسبة للبعض هي آخر الشيخات، صوت قوي متميز، حضور، كاريزما. على امتداد 40 سنة استطاعت فاطمة بنت الحسين أن تفرض نفسها كرائدة من رواد فن العيطة وكفنانة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، بعيدا عن التمييع الذي طال لعدة أسباب هذا النمط الأصيل من الفن الشعبي. فاطمة بنت الحسين فنانة بسيطة بدوية جريئة وصادقة، اختارت أمام رفض وضغط عائلتها أن تغادر مدينتها سيدي بنور، أن تتحدى نظرة المجتمع، أن تشق طريقها بمفردها وسط المجهول من أجل فنها. هذه قصتها. الطفوله ديالي كما كيدوزوا الناس في الطفوله ديالهم، طيشه قبيحه، ايوا ضغط عليا واحد اختي هي اللي مربياني. كانت عايشه في واحد الوسط ديال نقدروا نقولوا ديال القمع. كنضربيها؟ وعلاش هي اش كانت كدير هي؟
ما كندير ليها والو زعما داك الحاجه الخايبه ما كانتش وين اللي كانت في الدار مع الشقه كانت مع وحده بنتي وكيتعاندوا ليا وكان بنتي ما كانتش ضربه ياك ضربه عمرك الحاجه كنتي كتصحابيها غادي تولي فنانه لا من صغرها كانت غير فن من صغرها كانت وكان في الفن وكان وبعدي وين مش عارف كانت تبغي الفن كانت صحيحه وكان عندها الشعر وكان يجبها راسها واحد الوقيته كانت شيخه من الشيخات اللي كانوا ضاربين عندنا هنا في المغرب كانت وحده يقول ليها الغاليه فؤاد زم وهاد الغاليه كيف تيقولوا بالدارجه كانت ندوزها الصوله كانت صايله يا حصا على الغاليه عاد من كتمشي هاد الغاليه كتمشي عند الناس اللي مخشي منهم قعدت عندنا 8 ايام جات سايقه الطوموبيل تبهلوا فيها الناس شافوا اول امراه سايقه الطوموبيل في داك العصر وبدات منتهى الطموح ديال فاطمة الحسين ان تشبه الشيخة الغالية كتعاود ليا الوقيته اللي جات الغالية جات بالطوموبيل وسايقة ولابسة تكاشط غنات الغالية ومشات بقات فاطمة بنت الحسين خوتها كتخرج وهي كتلبس التكاشط كتعاود ليا وكتمشي قدام المراية وتبدا تغني تقرب اختي تجي نحط الحوايج ونغسل وجهي ندير داك الشيء ديال المكياج ونغسل وجهي تجي تلقى الأمارة ديال داك الشيء في وجهي تعطيني قتلة اخت ديالها رفضات هذيك الوضعية ما بغيتهاش يا ما كانوش باغيينها تمشي للفن كانوا بحال ما تيرضوش بكلمة شيخة الوقت اللي خرجت لتاشي اخت هي خوات قالت لي خوات سيدي بنور قلت له فين مشيت يا فاطمة قالت لي مشيت عند بالايا قالت لك بعدت هي مشات على الجديدة رجعت وتزوجت واحد الشخص معروف في المنطقة رجل ديال التعليم مع كامل الاسف ما كان الزواج فاشل وكان الفراق من الاسباب يمكن هو عدم الانجاب وعمر فاطمة هاد الموضوع ديال انها تزوجات وطلقت بكري وبقات ديال راسها انه اثر فيها كانوا كيغنيو هما مضادات يعني كنحس بهم كان ضد كونكرون في بعضياتهم الاخرى معلمه والاخرى حتى هي بنت الحسين قالت لها ما تعرفيش تما فين بدات ترسم المعالم ديال الشيخه يعني تما بدات من تما نهلت من الاغاني ديال المنطقه ديال عبده الحصبه انا كانوا هما في مستوى بجوج هاد الشيخات غير كل وحده وطريقتها في الغنى بحال مثلا دابا لفاطمه كيقول بحال مثلا تكبت الخيل لفاطمه كتغني بابا برات كبت الخيل وليدي على الخيل يا راقيات الشاويه كتغني مراسها خدوج كانت عندها واحد الطريقه اخرى كتغني
غبرات كبت الخايلة بابا على الخايلة تتنضغ. اللي بغيت تعلم شيخة تدخل الميدان تعلم تشياخيس كتبقى عند الشيخة المعلمة في الدار كتسخر عليها بدا وكتعلمها كيفاش تجلس كيفاش تهضر كيفاش تمشى وكيفاش تلبس وتدرك الماكياج كيفاش تديرو وتعلمها تما كتعلمها العيطة غير في الطابلة قد بلا في الطابلة مثلا ولا طاري عندها في الطابلة في الطابلة كتعلم الميزان ديال الخربوشة مثلا تن 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 دن 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 شنوار تيقولوا ليه الملهى ديال الوداع بقادر تما بني غادي تاخذ جميع الاغاني تما كانت معها حاده واكي كانت معها الشيخه خربوعه ديال زعير وكانت معها واحد الفرقه ديال الشمال ديال طنجه ديال الطقطقه الجبليه التي تلاقات مع الفطاحله ديال الفن الشعبي ديال الدار البيضاء صالح السمعلي والسي جلول. اذا هذه المرحله ديال صالح السمعلي مع السي جلول هي الفوره ديال الحياه ديال الفنيه ديالها وهذه هي المرحلة اللي عرفات التسجيل ديال الأسطوانات. أسطوانات خالد فن فاطمة الحسين وسجلون. اشتغلت مع شيوخ صاحب المعطي رحمه الله الشيخ برغوت هو خدمت معاه سميته ولد المخزز. أسطوانات قدري فان صالح السمعلي وفاطنة بنت الحسين والشيخة دونا. العدوات عاد بالقوة خلي خلي العدوات تغير صالح السمعلي راه عطاو شي اعمال يا سلام مع بجلول لانه كان خارق للعاده في الميزان. تصوري في ذاك الوقت التسجيلات كيفاش كانت كانت صعوبه في استوديو ما كاينش هاد التقنيات اللي كاينين دابا وداك كانوا اربعه الناس ثلاثه الناس جوج طريجات وكمانجه وصوت انا اول ما سمعت اسطوانه كتغني يعني بقيت واقف امام واحد المحل ديال التجاره ديال الديسكيك كانت الاسطوانه وبقيت تاكل من ديك الاسطوانه شكون هذه تتغني شكون هذه وبقيت بغيت غير تنشوف هاد الشيخه فاطمه وكي دايره. كان هذيك الوقت هما كاينه غير ثلاثه غير هي فاطمه بنت الحسين السي جلول صالح السمعلي كان عنده موبيلة حمراء تيهز فاطمة يوصلها للمناسبة على الموتور ويرجع يهز سجلول يوصلو. كنتذكر إلى جانب فاطمة عبد الحسين الحضور القوي ديال المرحومة فاطمة الزحافة وأيضا خدوش السطاتية صوت جميل ووجه جميل إلى آخره والشيخة خربوعة زهرة الله يذكرها بخير من الأصوات المهمة جدا ديال العيطة الزعرية وطبعا فاطمة عبد الحسين كانت في القمة.
الحسين الآن فنانة حريفية من الطراز العالي، هي تدرك ذلك كما تدرك أن الوقت قد حان لتستقل بذاتها، لتنعم ببعض الاستقرار الفني، ولتكون مجموعتها الخاصة، مجموعة ستقضي معها فاطمة بنت الحسين زهاء 30 سنة. جرت العادة أن أربعة الشيخات يكون عمودها الفقري هو كوامنجي والشيخة الطباعة. فاطمة بنت الحسين بتأسيسها هذه الفرقة تغادر منطقة الرباعة بالمعنى التقليدي لتؤسس مجموعة الغنائية. نقيت اللي تلاقاه خدمة ديال بنت الحسين، زادوا عليها بعد التواشي أو البراويل أو كيف كنقولوا الأغاني الموسمية اللي كانت ناجحة بزاف. خصنا نديرو شي شريط كاسيت ديال وليدي. قالت لي بارك علي راه سجلت، راه بالعادي الاسطوانه اش بغيت غنسجل خربوشه سجلتها حيت قالي لي سجلتها لك الحمد لله عطى الله ما يدار. قلت نسجل معكم ما ندير صورتي وما ديروا سميتي هنا، واخا ما دير صورتك سعفناها ما كاين حتى مشكل. مشى ديك الالبوم تنشى تبارك الله، حتى انا فين ما غادي لا في السوق ولا في اي بلاصه مشيت لها كنسمع ودي مالكم مالكم. انا اللي بغيت بلاكم تسكن لي حداك اخيو، خرجوها من المجال ديال العيطه، يعني كتغني العيطه ولكن ولات كتغني الغناء الشعبي. لفاطمة خدمت معانا ما عمرني ما سمعت انا لفاطمة قالت لبوشعيب شحال كاين ولا شحال صورنا ولا شحال. هذه الحاجة الوحيدة انا عمرني ما سمعتها من لفاطمة. كنا كنجيو كتوصل لباب دارها كتهز السويق ديالها كتشد داك الرزق تقول الله يخلف. درنا جولات في فرنسا، في هولندا، بلجيكا، لندن، مشينا لطاليا، مشينا ما خلينا فين مشينا. راه النهار اللي تيقول لي عندك السفر راه سيمانه ما كترقدش، واحد النهار هي عندي وعيطوا ليها قال لها عاد غتمشي لفرنسا. قالت لي فاش؟ قالها في الطياره. قالت لي حلسوا لي عاد حشا وقت ما وصلت. ما كانوا المغاربه تجي تصيبين الدراري هذيك الساعه والبناء والعيالات تيبوسوا الدفين ديال الشيخات. مناش ولاد المغرب مغاربه ما ناسينش بلادهم تيبكوا. المرحله ديال اوروبا كانوا الناس يستقبلوها، الجاليه المغربيه كانت هي المتنفس ديالهم. اما ملي تيدخلوا للمغرب ابار المناسبات والافراح الشعبيه داكشي اللي كانت يدار مثلا على المستوى ديال الاقاليم داكشي كامل كان على مدد كانت تديرو بزز عليها. والعطفية من عباد يا مول علامات يا وزيد سلامات مولي عبد الله بن حسين. كان واحد
ما ننساوش كان ضغط، يعني الا بغاوك المسؤولين ما تقدرش تقول لا. كانت السلطات العموميه والاداره الترابيه يجيبوا الشيخات والشياخ يهزوهم من اقليم ديالهم يديهم الى اقليم نائي بعيد، وخصهم يغنيوا ويرقصوا في الشارع العام ويديروا السهره في الليل، ما يعطيهمش المصاريف ديال التنقل، ما يوفروش لهم الوجبات ديال الاكل، ما يعطيهمش حتى الماء يشربوه. واحد الاهانه بواحد الاحتقار كما لو انهم لا شيء. أنا خدامي في حفلات، أعراس، سهرات، والمواسم، موسم مولى عبد الله. عموم الشيخات يكون لهن ولاء للأولياء، لأن كل شيخة عندها ولي، وولي فاطمة هو مولى عبد الله أيت مغار. موسم ديال مولى عبد الله كانت هي ليدول، هي النجمة ديال 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 الموسم. Et donc là, je découvre Fatna et je succombe complètement à son charme. Je venais de produire, d'avoir produit Trans, Hal, et donc l'idée m'est venue de continuer à produire un film de musique, mais sur le thème des Shekhats, et surtout, plus que sur le thème des Shekhats, sur Fatna elle-même, parce que c'était sa personnalité qui me passionnait. J'ai la vision d'une femme tranquille avec elle-même, quoi. C'est-à-dire que très décontractée, même plaisantant assez souvent. D'ailleurs, je crois que l'image que vous avez là dans mon bureau avec toutes ces femmes, en fait, là, elle sourit au photographe qui était Jean Dubois Béranger, qui nous a suivis pendant ce tournage, et elle plaisantait tout le temps avec lui. انا كنعرف شيخات ما كانوش كيخدموا مثلا في الحفالي في الزنقه، وفاطمه في الدرسه ديالتها في الاوج ديالها كانت تخدم في الحفالي في الزنقه وفي احياء شعبيه. Fatna, c'est l'antistar, parce qu'au contraire, ce qui l'a caractérisé, c'est la proximité qu'elle avait avec le public, avec les gens, avec les hommes avec les cavaliers. Donc, au contraire, c'était une diva populaire. في البوادي في الحوادر لا اسم على فم مولع فن العيطة إلا اسم فاطنة بنت الحسين، في وقت لا تخلو فيه ساحة الفن الشعبي من شيخات متمكنات. ميزتها شخصيتها القوية، عفويتها، تجاوبها الكبير مع جمهورها، ومخزونها التراثي الهائل. فاطنة بنت الحسين شيخة طباعة فريدة من نوعها. I'm
فاطمة الحسين في لباسها، في شكلها، في الرطانة، في اللكنة، في نبرة الصوت، في مخارج الصوت، في الشكل التعبير، فعلا تتجسد الشيخة، نموذج ديال الشيخة الرعوية القروية المزارعة القريبة من التراب. تتحسي في كلامها، في إيماءاتها الجسدية، في شكل الحضور ديالها، في شكل الأداء ديالها، أنها تشبه التراب الذي انبثقت منه. كانت فاطمة مسكينة الله يرحمها ما قارياش، أنها كانت إنسانة حفاظة، وكانت إنسانة كل الحب ديالها حطها في العيطة اللي تتحيطم لي عظامي، وهي في خربوشة تتسبل في الرادي ديال خربوشة اللي كتوصل داك الفرادي، راه ولو تقول فيه نهار كون سيبا عام تكملوش الكل تيشهد لها بالفرادي ديال خربوشة. هي كانت مرأة بدوية وقوية ورجالية وجندية، لا في وقفتها ولا في هيئتها ولا يعني، و ما كانش كان الناس ما كانش كتجذبهم الأنوثة ديال فاطمة، هذا خدي من عندي الصح صحيح، كانت جاذبة الناس بالأداء. أو بغيتي الجمال، راه عندنا شيخات هنايا راه بحال كيف تيقولوا بالعربية بحال البيض المنقي. Je peux vous dire que la première fois que j'ai entendu chanter, j'avais les poils qui se dressaient. J'avais la chair de poule, voilà. Et pour moi, ça mon barème. كانت فاطمة كتلبس كامل، جا كنقولوا حنا كلام لغز الشياء كيقولوا كشيخة خصها تلبس الكامل، جا تلبسها، لكن اللي كتغني وما تعرفش تتعامل مع الآلة، ما تجيش قدها قد الآلة، كانت تجي هادو صافي تبدا تغني وانتراك في جيه وهي في جيه. طباعة باش تكون طباعة ماشي خصها غتكون لابسة تكشيطه مفاردة على الشيخات، طباعة باش كتكون طباعة بالقوة الصوتية باختلاف النبرات الصوتية عن الشيخات، باختلاف الأداء عن الشيخات، بالندهات، الندهات هو التبلوير ديالها كيف كنقولوا حنا المضيغ، يعني الشيخة كتغني وهي كتخرج الأغنية من الحنة، ها وكتخرجها يعني في كتشبه الفراش ديال الكمانجة. الإبداع، الوقفة، شوفي الشيخة الطباعة وشوفي عود سناح، عود ديال الصبا كتلقاه. فاطمة بنت الحسين كان عندها صوت قوي جدا وصوت مهم، ولكن ايضا كانت عنده حدود وعنده نقص خاص. فاطمة كانت تغني في العبد اللهوي. شنو هو العبد اللهوي؟ العبد اللهوي فيه واحد الميزه زوينه، عبد اللهوي هو ماشي طبقه عاليه، ما كتغوتش بزاف، ماشي طبقه حاضره، جات الوسط هذا العبد اللهوي. كانت معايا انا غنات، درت معايا ديك العيطه ديال
ما شفت الغزال وعيات ما تحاول تشد معايا بغات تغني معايا تشد معايا في الغزال وقالت لي انا العيط البيضاوي راه ما عرفش ليها ما نقدرش نتلاح بها تقدر تغني كل العيوط ولكن ما تقدرش تغني كل العيطه من الاول حتى الاخر ديالها كاين عيوط اللي كانوا صعاب عليها على حسب النوع ديال الصوت اللي كان عندها والكوفر اللي كان عندها فاطمة غنات جبالة غنات الجبال العيطه الجبليه وكانت موفقه في الزعري وفي الحب الزعري بزاف وكانت تغني الحقوقه الحق وكانت تغني الملالي غنات عيوط الدار البيضاء عيوط المرسى كانت تاديهم بواحد الطريقه غريبه غنات عيوط عبده خلاص هذيك معروفه بها كتقول لك راه العيوط تاع عبده راه ساكنين ليا في الدم واللحم يا شاد على يدي يا ويك جديد يا يابا يا لي 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 pour moi c'était vraiment du blues à part entière et j'ai même pas pu contrôler mon émotion, ce qui prouve à quel point son chant me touche. Sa voix rock, c'est sûr que dans le Mersaoui, elle excelle complètement hein, et que j'ai été très, très sensible à ça. On sentait un respect de la part du public à son égard. Il n'y avait pas ce côté « oh, ce n'est qu'une chéra ». المناسبات اللي غنات فيهم فاطمة بنت الحسين ما كنظنش بان كان عندها اهتمام انها تكون رد البال الصوره ديالها اللي غتعطي الى اخره العكس كنعتقد بان الصوره اللي كانت دائما كتبغي تعطيه هي انها ما كتسوق حتى لشي واحد مقتنع براسها طبع ديال الشكل ديالها وفي وقفتها وفي ادائها هي كانت دايره خط احمر قدامها عندنا قدر بنادم يجي تلقى داك الخط الاحمر وكيرجع هي فاطمة راها مرا ولكن في نفس الوقت راجل فاطمة كان تعامل ديال الرجال عاشي ديال لابن كانت قوية وقاسها وعندها شخصية ديال الرجل J'ai l'impression que peut-être que ce qui a caractérisé Fatna, c'est qu'elle dégageait d'elle quelque chose d'une classe qui ne l'assimilait pas à ce cliché péjoratif de la chéra, vulgaire, etc. C'était tout le contraire. أنا كنت مع نفسي تنجلس وكنقول يا ربي نوصلت أنا واحد النهار بحالك بحال فاطمة كنت واحد العز فيه لفاطمة كتير إحياء السهرات الليالي البيضاء التنقل المستمر لم يعد لفاطمة بنت الحسين القوة والشباب لمسايرة إيقاع الحياة الفنية قدراتها الصوتية لم تسلم من هذا التعب وعلاقتها بمجموعتها هي الأخرى طالتها بعد التجاعيد كنا في التكريم ديال مشعل البيضاوي وانا ديت غير دراني ما معايا حتى واحد غير الفرقه ديالي الدراري كوما نجي عواد ضربوكا صافي وهي كانوا مع الدريات نيت كانت حافظه وكان كل شيء وكل واحد قالوا لي اش دوز زعما دوك القطاع المرصاوي اللي مسجل مشعل البيضاوي كل واحد اش يدوز
فاطمه مسكينه ما قدرتش هذيك ركوب الخيل شويه عاليه، ما قدرتش عليها. انا بنفسي انا ما كيعاودوا لك عارفه مع التصويره، قلت لها فاطمه خلي حفيظه دوزها، وزعما بلا ما تقعد مع الدبنتي ومع الدبان. قالت لي لا، قلت لها بحال بحال واخا ما غتهضريش راه فاطمه بنت الحسين باينه. قالت لي لا دوزها. وخا الصوت شويه نقص، مابقاش كما كان في الصحه ديالها في الجهد ديالها، بقات الحلاوه وبقات الطرب. هي عيات، حنا ولينا تنحسوا بها عيات وتنشدوا الليل، راه كاين الليله اللي تنخدموا من التسعود الليل حتى للسبعه الصباح ولا الثمانيه، راه ما يمكنش شي بنادم راه صغير ويعيا. لا تيعيطوا لنا الناس تيقول لنا ولا بدا تجيبوا معكم الحاجه، يا ودي راه مريضه راه عيانه راه هذه، لا سيدي واخا تجيبوها عاد جلس. شحال يعني الجمهور ديالها تيقول ما كاينش فاطمه ما كاين حتى حاجه. طرا ليها واحد المشكل مع الفرقه اللي كانت معها، مع كامل الاسف لانه حنا تاسفنا داك الشيء، تاسفوا عليه الناس وكانوا دخلوا الناس باش يحلوا هذا المشكل، ولكن كان الجرح عميق. الحقيقه والترفيه لي ما بغاش مسكينه تفرط عليهم. ماشي اللي قالت لي، قالت لي ملي تفرط على الدراري تاثرت. اظن ان ماشي فقط متاثره، كانت متازمه وكانت تشعر بان هذا الانفصال لم تكن تريده، هذا الانفصال فرض عليها وانها تشعر بقرب نهايتها. انا اظن ان ذلك هو ما عجل بنهايتها، وصلت للحظه من الياس، كانما كل ما عملته وكل ما قدمته ذهب ادراج الرياح. وقد حاولت ان تستعيد التجربه وتعيد الانطلاق من جديد. غنات مع خلوق، كان عيسى خوه وخلوق تضرب الكمانجه، غنات معاهم تقريبا شي عام. واخا دير من غير ولاد خلوق صافي، هي دابا بينت بحالها وما تخلوا على ولاد بعقيده وبغات دير ولاد اخرين. وتعتزلوا ما قدرتش، عاود تسجلات مع عاود تصوبه واحد السيدات مع شي تسجيل مع عاود تصوبه. الوقت اللي كملت معاها تنهتات وتاسفات، قالت لي يا ودي مع الاسف ما جيتي عندي حتى لقيتيني انا ساليت. فاطمه في الاخر يعني ما بقاتش كت كيف تنقول، ما بقاش عندها الهيشه ديال الغنى. عرفتي شحال طحنت من عام وهي كانت تقول لي حجيب رانا غدا نجلس، كتقول لي راه شي نهار غدا نصبح نبات شيخه ونصبح جالسه في الدار. من حسات مرضات حتى كانت مولفه واحد الجوف شكل، مولفه تخرج، مولفه تكون ديما ضاحكه، مولفه يعني تشوف الناس تجمع مع ناس، ملي جلست ولات في الدار جالسه صافي. هاد بوحدها مسكينه كانت تعيش مع الناس، ولا شويه بوحدها مع الخادمه ديالها ومع واحد الولد اللي تسخر ليها وداك الشيء، اخي ديالها نوبه فقعانه عليها نوبه معاها. في الغناء بقات قليل كتسمع ليه، بقات قليل يعني ماشي بزاف. ملي كتريح كتقول لي يا ريحان غدا ان شاء الله غادي نطلع للرباط عند حاجه بنريح معاه شويه، لاني قنات فهاد سيدي بنور. كدوز مع داك خمس ايام ست ايام سبع ايام سيمانه، يعني الاكثريه يعني كتمشي للرباط. حجيب كان كيشد لفاطمه خاطرها بزاف،
كنا كنمشيو مع لا فاطمه وكتمشي لدار حجيب وكتبدا كتشرط هي الحجيب شنو غيدير ليها. اجي عرفتي اش بغيت؟ ها بغيتو ها بغيتو ها بغيتو. قول لي لا فاطمه عني بغيتي. انا راه عندي في الدار وكتغضب عليا. عيط ليها ما تجاوبنيش شويه تتعيط راسها. الغضبه ديالتها هي فيها ما فيهاش بزاف فيها واحد شويه صافي. واحد النهار مشات للحمام. ملي مشات للحمام ما جات الصونات قالت لي هبط حل عليا ريحه راني عيانه. عيطت لها قالت لي ولدي رانا مريضه رانا مشيت للحمام ورا بغيت نمشط راسي ورا ما قداتش طاحت لي يديا. لقيتها دول عند واحد الاخ ديالي في مراكش مباشره دا عند الطبيب دار لها سكانير عنده شي حاجه في المخ ديالها. النهار اللي غادي نجي عندها فيه لغد ليه دخلت الكوما. هي دخلت الكوما غا يومين. دازت 4 ساعات على المجيء ديال المدينه 6 في النهار. دات الشهاده ديالها وتوفات يوم 6 ابريل 2005. يا بابا والحصبة بلا فا يا بابا يا بابا سروت طابا علات علات تنسولك يا عزيز وغالي يا وليدي يا اللي ما عزاني فيك ويتي يا حسبت نصراني أذى يا أذى الفراق يبان. أسيدي سيدي لأمي لبابا أيما يما أنا منسال عليا أنا والجبال اللي ضرقوا كريبهم عشراني وهاد الزمن راه بلاني أنا وين حومة وساكنين نتوما انا وريني باب داركم نجيكم. يا بابا راه تكبت الخايله عدي على الخايله يا راقيه الشاويه بابا يا راقيه وحده هي والهوى صعيب الحبيب بابا رانا شرج عودو تمشي الفس يا رخلا الهوى عساس بابا يا راه الفرادي وحده غادي يا ويا ويلي يا ايلي يا ايلي الهوى صعيب بابا تكا عمرو وبنيتي على هلو ولا لا راه غدرو بني عمو مالي وخروشة ضروالة القايدة وابتي ويلا مشيت ولاموني بابا ما يكون باس يا سيدي وبليتونا يا وين يا وين يا وين وموالفك قيدي بابا وهادو خيل يا بابا والله الله تفكروا الحباب بابا يا شبر فيه وشي مداها رد العقايل معاه يا را الغليم سيدي احمد العطفة يا بن عبود يا را المعاشي وسيدي سعيد را مول الزيتونات يا ولا تبلين يا الحبيب اش كان سبابي يا ولا لا ولا لا والعيون صرادق الحبيب الخدود ورادق يا راش في الزين وما يتعاد نا 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 وراه يا وين يا وين علي القه
خلفت فاطمة بنت الحسين بعد وفاتها تراثا شعبيا يفوق 100 أغنية، ونجحت بشجاعتها بتحررها وبصدقها أن تغير شيئا ما نظرة المجتمع، وأن تعيد لكلمة شيخة معناها الحقيقي، الفنانة المبدعة الصناعية المتفانية في فنها. شكولي قدامك عونات لي قدامك يا ابني كل ما احبه والعام يعمروا القبة يا انتم اولاد حريز شتكم شريف عزيز يا سياد يا ابو لويز يا الاخبار في باريس يا اولاد الخلافة صغيركم بضيافة يا صايف طول الشيخ جديد